وسهلا بكم. لنتعرف على آخر التطورات التي وصل لها متصفح فايرفوكس. فايرفوكس يعني في هذه الفترة عدة تطورات من حيث الشركة ومن حيث الخدمات التي ستدمج فيه. من حيث الشركة نبدأ بمشروع أوستراليس، المشروع الذي كنت تكلمت عنه في درس سابق، ستجدونه على المجمع في قناة مجمع على يوتيوب، ستجدون درس أضع رابطه في وصف الفيديو. هذا المشروع الهدف منه هو تصميم واجهة جديدة لمتصفح فايرفوكس، وهذه هي الواجهة التي أستخدم حاليا في الإصدار التجريبي الإصدار نايتلي. طريقة تثبيت هذا الإصدار أيضا ستجدونها في ذاك الدرس. سنلاحظ بعض التطور في الواجهة عن الدرس الذي أو عن الواجهة التي قدمتها في ذاك الدرس، مثلا هذين الزرين، بعض الأشياء في قائمة التخصيص. إذن هناك تطور في مشروع أوستراليس، وعلى حسب ما أرى التطور جد ممتاز. الواجهة أصبحت جد جميلة وبسيطة، واجهة جد عصرية على حسب ما أرى. الشيء الثاني الذي أريد أن أتكلم عنه في هذا الدرس، وهو التطور الذي سنراه أيضا في النسخ القادمة من فايرفوكس، هذه أشياء لا توجد في النسخة الرسمية حاليا بل في النسخ التطويرية. إذن الشيء الثاني هو حسابات فايرفوكس. الحسابات موجودة في النسخ الرسمية الحالية، لكن طريقة التعامل معها، طريقة إنشائها، وطريقة التزامن بين الأجهزة ستختلف. حيث أنه في التطوير الحالي لدينا تزامن عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر فقط، لا نحتاج إلى كود لإرساله إلى بريدنا الإلكتروني ومن بعد ندخله في جهاز آخر وهكذا، فقط نحتاج إلى بريد إلكتروني وكلمة سر لنقوم بالدخول إلى حسابنا على فايرفوكس، وبالتالي مزامنة كل ما نحتاج، المفضلة، التأليخ، وهذه الأشياء يتم مزامنتها على جميع الأجهزة التي نقوم بالدخول عليها باستخدام حساباتنا فايرفوكس. إذن هنا يمكن إنشاء حساب جديد، طريق البريد الإلكتروني وكلمة سر، هنا تختار سنة الميلاد، تضغط على نكست فيتم إرسال رسالة تفعيل لبريدك الإلكتروني، تقوم بالضغط عليها فيصبح حسابك قابل للاستخدام. لو كان لك حساب جديد أو بعد إنشاء الحساب الجديد ستظهر لك هذه النافذة، فقط تحتاج إلى بريد إلكتروني وكلمة سر للدخول لاستخدام حسابك على فايرفوكس. حسابات فايرفوكس ستفيدك في التزامن، وهي ستقوم بإدماج عدة خدمات، خدمات خاصة بفايرفوكس مثلا كفايرفوكس ماركت بلايس الخاص بتطبيقات فايرفوكس او اس للأجهزة المحمولة، وأيضا خدمة Where's My Fox. هذه الخدمة ستمكن من التعرف على مكان جهاز في حال نسيت مكان جهازك المحمول، فيمكنك باستخدام هذه الخدمة أن تعرف أين يوجد. إذن هناك عدة خدمات سيتم مزامنتها وإدماجها في حسابات فايرفوكس، خدمات خاصة بفايرفوكس أو بمؤسسة موزيلا، وأيضا يمكن على حسب ما قرأت أن تنضاف خدمات أخرى لشركاء يمكن أن ينضموا لفايرفوكس أو لموزيلا. إذن هذا الشيء الثاني، حسابات فايرفوكس. الشيء الثالث، حين تضغط على هذه الأيقونة لفتح لسان جديد تظهر لك هنا المواقع الأكثر زيارة أو التي زرتها مؤخرا. على حسب ما قرأت سينضاف أيضا إشهار لممولين خاصين ب فايرفوكس، وهذا سيساعد شركة موزيلا على توفير المال لتطوير أكثر. الشيء الأخير الذي أريد أن أتكلم عنه هو مشروع إلكتروليسيس. هذا المشروع جد مهم، وأرى أنه سيوفر العديد من الخدمات المهمة بالنسبة لفايرفوكس من حيث الأداء والحماية والاستقرار، حيث أن المشروع سيعمل على ما يسمى بالبرمجة متعددة الأشغال (Multi Threading Programming). من يعرف البرمجة المتقدمة يمكن أن يعرف هذا المفهوم، حيث أنه هنا للتبسيط فقط، الآن في النسخ الحالية من فايرفوكس جميع الألسنة المفتوحة تعمل ضمن شغل واحد، أي أنها مرتبطة ببعضها البعض، لو حدث مشكل في لسان ما فيمكن أن يؤثر على الألسنة الأخرى. في هذا المشروع أو هذا المشروع يعمل على أن يكون كل لسان هنا مستقل عن الألسنة الأخرى. هذا الشيء موجود مثلا في جوجل كروم، حيث أنه لو وقع مشكل، لو انهار لسان، فلا يؤثر ذلك على الألسنة الأخرى. هذا من حيث الاستقرار، ومن حيث الحماية أنه كل لسان يمكن التحكم في إعدادات الحماية الخاص به، ولو كان هناك مشكلة من حيث الحماية في موقع مفتوح في لسان ما فلا يؤثر على الألسنة الأخرى، ولا يؤثر على البرنامج والجهاز بصفة عامة. إذن هذا شيء آخر مهم من حيث الحماية ومن حيث الأداء، لأن كل لسان سيكون له شغل خاص به ما يسمى بثريد أو بروسيس، هناك فرق بينهما، لكن هنا للتبسيط فكل لسان سيكون في شغل مستقل، وبالتالي سيكون الأداء أفضل بالنسبة للمتصفح بشكل عام. هذه الخاصية غير مدمجة افتراضيا حتى في النسخة التطويرية نايتلي. لتفعيلها يمكن الدخول على about config about نقطتين config والبحث عن browsers نقطة tabs نقطة remote، وهنا الضغط مرتين على القيمة لتحويلها إلى true. بعد ذلك يجب أن تغلق المتصفح وتعيد تشغيله
فتلاحظ هنا أنه على الألسنة تم إظهار السطر، وهذا السطر يعني أن المتصفح أو اللسان الآن يعمل بنمط الملتي ثريدين أي متعدد الأشغال. على حسب تجربتي هذا النمط ملتي ثريدين أو هذا المشروع إلكتروليسس لا زال أمامه الكثير ليشتغل بشكل ممتاز. هناك مشاكل في المشروع، لا زال به مشاكل من حيث الأداء، لكن من حيث المبدأ فهذا شيء جد ممتاز، شيء سيضيف الكثير لمتصفح فايرفوكس كي يصبح أكثر حماية وأكثر استقرار. كما قلت هذه الخاصية خاصية تعدد الأشغال موجودة في متصفحات أخرى من مدة كمتصفح جوجل كروم وأيضا انترنت اكسبلورر، لكن حتى فايرفوكس نفسها كانت بدأت هذا المشروع من مدة طويلة سنة 2009 لكنها أوقفت لأنه كان لديها أولويات أخرى والآن عادت إليه لتعمل عليه. إذا هذه على ما أعتقد أهم التغييرات أو التطورات التي رأيتها في النسخ التطويرية لفايرفوكس. 4 أشياء: التصميم، حسابات فايرفوكس، الإشهار، ومشروع إلكترايسس لتعدد الأشغال. نلتقي إذن إن شاء الله في درس قادم. إلى اللقاء.